في رحلتي على اليوتيوب لسنين طويلة يعني أخدت بالي من حاجة مهمة قوي، وهي إن لو أي حد طلع واتكلم على أي حاجة لازم يطلع لك الشخص ده اللي يسيب كل الكلام اللي اتقال ويسأل هو أنت مين عشان تتكلم على الحاجة دي؟ أيوة يعني هو أنت إيش فهمك؟ أيوة إيه هي الدراسة بتاعتك يعني عشان تقول الكلام ده؟ وأنا بصراحة مش مع الطريقة دي من التفكير، لأن مش مهم الشخص اللي بيتكلم، المهم الكلام اللي بيقوله. فلو عايز ترد عليه رد على كلامه، ما تردش عليه ذات نفسه. وبصراحة طول السنين اللي فاتت دي أنا كنت عاوز أعمل فيديو عن الإعلام التقليدي، ويعني أتكلم وأقول رأيي عن شكل الإعلام التقليدي الحالي، بس بصراحة كنت خايف من النوعية دي من الكومنتات. فاللي أنا عملته إن أنا رحت الجامعة ودرست 4 سنين وتخرجت إعلام قسم إذاعة وتلفزيون، وادي أهو الشهادة تقريبا الحاجة الوحيدة اللي أنا هستخدمها فيها. وأنا جاي دلوقتي عشان أقول الإعلام التقليدي سيء جدا سيء. من وانا صغير كده كنت بشوف ابويا وامي وهما بيتفرجوا على التلفزيون وبيشوفوا الاخبار، وانا صغير ما كنتش فاهم اي حاجه، كنت بس اقعد معاهم 5 دقايق ويعني كميه ملل مش طبيعيه كانت بتيجي عليا كده من الحاجه اللي هما بيتفرجوا عليها. ولكن تجي لي الفكره دي ان هي دي العلامه ان انت بقيت انسان كبير، انك تقدر تقعد قدام التلفزيون وتتفرج على الاخبار من غير ما تمل. ده كده الاثبات انك شخص كبير، ويا الهي انا كنت غلطان. المشكلة في الإعلام التقليدي اللي موجود النهاردة هي مشكلة واضحة جدا وتقدر تطبقها على حاجات كتير، وهي إنه ما بيتغيرش الفورمات دي اللي قنوات كتير ماشية عليها، ده هو اللي بيخلي الشيء ده سيء. وبس علشان نكون واضحين دلوقتي أنا هعرف المصطلحات اللي أنا بتكلم عليها علشان نفهم بعضنا. أنا قصدي إيه بجملة الإعلام التقليدي؟ الإجابة الصغيرة السريعة هي أي حاجة بتتعمل لايف، الحاجات المباشرة. وبيقع تحت المظلة دي 3 حاجات مهمة: رقم 1 الأخبار، رقم 2 البرامج، ورقم 3 الأحداث الحالية. ما بين الثلاثة دول واحدة بس هي اللي المفروض تكون لايف، تكون مباشرة، وهي رقم 3. حاجات زي مثلا ماتش كورة مهم، أو تغطية لمهرجان أفلام، أو مثلا برامج المواهب اللي ملهاش أي لازمة في الكون ولا ليها أي معنى ولا فعلا بتطلع مواهب ولا أي حاجة، ولكن لازم الحلقة الأخيرة يتم بثها لايف علشان المشاهدين يقدروا يصوتوا على تليفوناتهم. وليه ده كله بيحصل؟ علشان النصبايا كاملة بتشتغل كده أساسا. هي بس مش الموضوع غريب شوية ان احنا في 2019 وتقريبا كل سوشيال ميديا موجودة في العالم عندها الخاصية انك تقدر تعمل بول او تعمل استفتاء او تعمل تصويت، واي حد يقدر يدخل وفعلا يصوت ويختار اكتر حاجة عجباه يعني، ولكن هم لسه بيستخدموا التقنية بتاعت الاسم اس، اللي ابعت على موبايلك الاسم اس للمشارك المفضل اللي عندك علشان يفوز والكلام ده كله. نفس التقنية دي يعني كنا بنستخدمها في بداية الالفينات، لسه بنستخدمها حد دلوقتي ليه؟ ولكن برضو مهما كانت الممارسة دي عليها علامات استفهام كتير، أنا شايفها مناسبة إن هي تكون حاجة لايف لحد دلوقتي. النوعين التانيين لا، 100% لا، مفيش أي منطق بيقول إن لسه لحد دلوقتي لازم يكون في برنامج بيشتغل لايف بنفس الطريقة دي. احترم اقسم بالله يا سلامة طيب بالتمويل هرد عليه بالجزمة على وشه على وشه يا رسمي. البرامج دي بيشتغل فيها ناس كتير جدا وبتاخد وقت كتير عشان تعد، ولكن معظم الشغلانات دي تقدر دلوقتي تبدلها بكمبيوتر. مفيش اي حد بيتفرج على البرامج دي، ومفيش اي حد فعلا بيتابع وبيستنى الحلقات بتاعة البرامج دي وبيستضيفوا اي حد ماشي في الشارع كده. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو عبد الرحمن المظالي، مستشار في تطوير الموارد البشرية والافراد. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. كمان رحبوا ايضا باليوتيوبر محمود اسماعيل. ابو اسماعيل ماذا تفعل يا رجل؟ اوكي، فاكرين من فترة انا عملت فيديو عن قناة قطعة الارض المحاطة بالمياه من جميع الجهات والكلام ده كله، اللي هي قناة الجزيرة. تمام، دلوقتي اقدر اقول مفيش اي مشكلة. وانا في الفيديو ده اتكلمت عن قصتي معهم وان هم تواصلوا معايا علشان اعمل ظهور في البرنامج الصباحي بتاع قناة الجزيرة. في ناس ما صدقتش الموضوع، وصراحة انا ما عنديش مشكلة مع ده، انا مش بحاول اثبت حاجة، انا بس بحكي قصة حصلت معايا. فهم تواصلوا معايا تاني عشان اعمل ظهور في البرنامج بعد ما البرنامج رجع، فبس ما كانواش عايزيني ضيف اساسي، كانوا عايزيني كضيف فرعي كده اهو، بقول يعني وجهه نظري في الحاجه اللي هم كانوا بيتكلموا فيها، وانا قاعد في نص الحوارات دي كلها وبفكر
هل انتوا دخلتوا القناه عندي مؤخرا؟ بس ار يو شور، بس عاوز اتاكد يعني انتوا متاكدين؟ يعني انا مش عارف اذا كنتوا اخذتوا بالكم ولا لا، بس بيسكلي انا عملت فيديو مدته 15 دقيقه عمال بستعبط عليكم، ف انتوا ما عندكمش مشكله بصراحه من الناحيه دي. ريسبكت يعني كامل احترامي ان هم ما كانش عندهم مشكله مع مجرد يعني نكته، تمام، لان في الاخر ده مجرد كلام. بس برضو لما قعدت اركز في الموضوع كده، هو جه صوت في دماغي وقعد يكلمني ويقول لي يعني ما بين كل الناس اللي موجودة هم جولي أنا ليه؟ إيش معنى أنا؟ علشان ما عندهمش حد. الكلام اللي أنا قلته في الحلقة دي بدون أي مبالغة، لو جبت حد من تاني عدادي كان هيقدر يقول نفس الكلام، بس للأسف هي دي الفكرة، إن المقدمين مش مهتمين بالحاجة اللي بيقولوها، والمعدين مش مهتمين بالحاجة اللي بيعدوها، والناس الضيوف اللي جايين برضو مش مهتمين بالحاجة اللي عمالين بيقولوها، والمشاهد مش مهتم بالحاجة اللي بيتفرج عليها. بس كل اللي عندنا دلوقتي إن إحنا عندنا ساعتين هوا، لازم الساعتين دول يتملوا بطريقة أو بأخرى. إملى هوا على قد ما تقدر. أنا عارف إن الكلام اللي أنا بقوله ممكن يبان حاد شوية، ولكن فعلا أنا ما عنديش مشكلة مع الناس ذات نفسهم، أنا ما عنديش مشكلة مع الناس المعدين، ولا عندي مشكلة مع الكرو اللي يعني بيقوموا العمل ده كله. أنا متأكد إن هم ناس مبدعين وناس رائعة في شغلهم، ويعني عندي كل الاحترام ليه. الحاجة الأساسية اللي أنا ضدها هي المنظومة ذات نفسها، هو الشكل التقليدي ده بتاع الإعلام اللي زي ما هو لسنين طويلة، ولكن خلاص ما بقاش ينفع في الزمن ده، ومع ذلك لسه مستمرين فيه. وكلام هنا مش على الجزيرة بس، أنا بتكلم على كل القنوات اللي بتمشي بنفس الموديل ده. والموضوع هنا ملوش دعوة بالتوجه السياسي بتاع القناة، ولا بأجندة القناة، ولا بالرسالة اللي هم عاوزين يعرضوها للناس. لا، كل الكلام ده مهمنيش، أنا شخص إيه بوليتيكال، تمام، أنا شخص ولا ليه دعوة بالسياسة، ولا بتكلم في السياسة، ولا بفهم في السياسة، ولا ليه دعوة بالكلام ده، ولا عمري اتكلمت فيه هنا على اليوتيوب. القضية بتاعتي، الحاجة اللي أنا بهاجمها، هي الطريقة العتيقة، تمام، اللي بيتقدم بيها المحتوى. يجي لي واحد زكي دلوقتي ويقول لي طيب يا ابو اسماعيل، ما انت عمال بتقول الكلام ده وتمام ماشي وكل حاجه، بس في الاخر انت ذات نفسك اول لما رفعوا سماعه التليفون وكلموك وقالوا لك تعال اطلع معانا، انت رحت رايح لهم كده عشان تطلع على التلفزيون. بصوا، علشان نكون فاهمين، انا كنت متاكد وعارف ان ظهوري في البرنامج مش هيفيدني باي حاجه، بس انا فكرت كده وقلت انا ممكن اطلع فايده من الموضوع، ممكن اطلع في البرنامج علشان اجاوب على سؤال مهم جدا. على اليوتيوب لو انت دخلت على اي قناة او حتى دخلت على فيديو عشوائي، هتلاقي اليوتيوبر واقف قدام الكاميرا وبيقول كم جملة كده هو للجمهور بتاعه. الحوار ده مشترك ما بين يوتيوبرز كتير، في بداية كل فيديو بيقعد يكلم الجمهور ويقول له انا عاوزك تعمل لايك على الفيديو، او انا عاوزك تشترك في القناة وتشغل التنبيهات. فاللي انا لاحظته ان دايما في البدايات بتاعت الفيديوهات دي اليوتيوبر بيقعد يشاور كده، هو بيقعد يشاور ويعمل حركات بايده، فاللي انت تفهمه ان المشاهد اللي بيتفرج مش عارف فين زرار اللايك، او مش عارف فين زرار الاشتراك. فاللي انا حبيت اعمله بكل بساطة هو اني اوضح بالضبط فين كل الحاجات دي. في بحث حكومي اشار بحث حكومي امريكي ان جيل الالفيه ربما ومشاهدينا فصل قصير، بعده رحله الى سوق البراغيث، ولكن لا تدع الخيال ياخذكم بعيدا، فالامر ليس كما تتصور، فيه كل شيء الا البراغيث هذا السوق اصلا. اظن الموضوع بقى واضح دلوقتي، فاعمل لايك على الفيديو، اظن انت عارف دلوقتي الزرار بتاع اللايك فين. وخلينا نروح للنقطة التانية اللي عندنا في الفيديو ده، واللي هي اكبر بكتير، الا وهي الاعلام المصري. وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم إرسال من جهاز سامسونج. اوكي، دي لازم لها قاعدة الصراحة، يعني لازم أكون قاعد لأن الموضوع صعب بجد. تمام، انا عندي سؤال في البدايه، بس حد يقول لي ان دلوقتي في 2019 لسه في مصر في برامج من البرامج اللي هو يطلع المذيع لوحده ويقعد قدام الكاميرا لمده 3 ساعات،
ازاي يا جماعه؟ ركزوا معايا، الموضوع ده انقرض من الثمانينات. ما ينفعش مفيش شخص في الدنيا يستحق ان انا اقعد قدامه واسمعه مباشر لمده 3 ساعات في الزمن اللي احنا عايشين فيه. اول مثال عندنا الاستاذ عمرو اديب. تمام، مره تانية بعيدا عن كل وجهات النظر السياسيه دي، مش قضيتي، انا ماليش دعوه، انا بس عايز اخد نظره على البرنامج بتاعه. هو بكل بساطه شغل الكاميرا ويلا انا هقعد اتكلم. تمام، على الورق تبان بسيطة وسهلة، انك مش عاوز تربط نفسك باي قيود، مفيش تحضير 100% على كل حاجة تتقال، بس يعني الموضوع كده هو ايه، اوف ذا توب كده، هو واحد عمال بيتكلم بس. يعني في فكرة صغيرة، ان مهما حصل انت عارف ان في حد ورا الكلام ده، انت متأكد ان 100% في حد ممشي القناة دي. تمام، والقناة ليها وجهة نظر معينة، وفي الحالة دي عمرو اديب بيستخدم كأداة. خلينا ناخد مثال تاني، مثلا واحد زي جو روجن. تمام، بيطلع بالبودكاست بتاعه وبيكون لايف وبيقعد يتكلم بالساعات، بيعمل مقابلات مع ناس او حتى بيطلع مع صحابه وبيقعد يتكلم. ليه التجربة دي بتكون احسن؟ لان وانت بتتفرج انت عارف ان انت بتسمع لشخص حقيقي، لو عاوز يقول حاجة هيقولها، ومش هيقول حاجة معينة علشان يرضي ناس معينين. ده الشعور اللي انت بتاخده لما تشوف حاجة زي The Joe Rogan Experience. في حالة الاعلام المصري انت عمرك ما يجيلك نفس الاحساس ده، وده على فكره بيتطبق في كل الاعلام في كل مكان، لان اي منصه اعلاميه كده هو عندها رساله معينه عايزه تبعتها، وعايزه تثبت حاجه في راس الجمهور اللي بيتفرج. بيعملوا الموضوع ده بحيث ان المشاهد العادي اللي بيتفرج ما ياخدش باله ان طول ما يقعد يتفرج لمده طويله ان دماغه عماله تتغسل، والاراء اللي هم عاوزين يثبتوها عماله تدخل جوه. انا عارف الحاجات دي ازاي عشان احنا درسنا الحاجات دي. تمام، منصات زي السي ان ان وفوكس نيوز اساتذه في حاجه زي كده. المشكله فين بقى حضراتكم؟ ان في الاعلام المصري ما بيحاولوش حتى يخبوا الموضوع، على طول من غير اي فلتر كده هو بيقوم قايل لك الكلام اللي هو لازم يقول، مفيش حتى شويه تحدي لعقل المشاهد اللي بيتفرج. فازاي الموضوع بيثبت اكتر لما تتعلق بالشخصيه ذات نفسها؟ ودي الحاله مع عمرو اديب. طول ما هو بيطلع لساعات طويلة وكل يوم وانت عمال بتشوفه قدامك 24 ساعة، فانت بتتعلق بالشخصية دي وبعدين تسمع الكلام اللي بيقوله. Back in the day when I wrestled, we always had beer in the dressing room. What you gonna do? Thank you. مثال رقم 2، الأستاذ وائل البراشي. لناس كتيرة هو إعلامي مرموق وليه مكانته، بس أستاذ وائل أنا عندي سؤال صغير. في أي منطق في العالم أنك تعمل الحلقة، مدة الحلقة تقريبا 3 ساعات، ويكون الموضوع الأساسي بتاع الحلقة هو أن الفنانة حلا شيحة خلعت الحجاب؟ Is this content؟ يعني بجد ما ينفعش الكلام ده. شايفين الراجل ده بين قوسين السلفي، ده تقريبا ليه سبوت محجوز في البرنامج بس علشان يطلع في الحلقات يزعق ويتخانق ويشتموه، وبعد كل حلقة يطلع وائل البراشي. طبعا اعزائي المشاهدين، احب اعتذر لكم على اللي حصل، وطبعا ده ما ينفعش خالص. طيب لما كل مرة بيحصل كده بتجيبه ليه اساسا؟ قبل ما حد يطلع لي دلوقتي ويقعد يقول لي انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم المغزى او المقصد كده، هو الاستاذ وائل البراشي بيحاول يعمله، هو قصده يطلع الشيخ ده عشان يقدر يسلط الضوء على التيار السلفي ومنه يقدر يهاجمه. هنهزر في ايه؟ الشهادة لسه موجودة، هجيب الشهادة اجيبها تاني. وعجبني قوي ان الاستاذ وائل البراشي عامل ابلود لفيديو مناظره ما بين الشيخ عبد الله رشدي والشيخ ميزو اللي دخل بسببها السجن، والفيديو مرفوع على قناته الرسميه. قناته الرسميه علامه الصحه اهي. تمام، والفيديو مقرصن حضراتكم، يعني هو الفيديو لحلقه من البرنامج بتاعه، وهو واخد الفيديو عامل له داونلود من موقع من المواقع اللي بتسرق الفيديوهات وبتحطها على النت. انتوا اكيد بتهزروا. جاد بليز، ما هو يعني ما فيش كده بجد. النموذج اللي بعده عندنا الاستاذ توني خليفه. ايوه هو مش مصري ولكنه داخل قوي جوه المشهد الاعلامي المصري، فهيتم محاكمته زيه زيه. الكيس بتاعه توني خليفه هي بكل بساطه حاله غسيل اموال اعلاميه. الموضوع بيمشي كده، هو ينزل ببرنامج عميق خطير لمهاجمه المواضيع التي لا يتجرأ
أن يهاجمها الآخرون وينزل البرنامج كله تمام. بعدها بفترة ينزل ببرنامج بطلة جديدة، برنامج عميق خطير لمهاجمة المواضيع التي لا يتجرأ أن يهاجمها الآخرون وينزل البرنامج الجديد ده. بعدها بفترة ينزل ببرنامج بطلة أجدد، برنامج عميق خطير لمهاجمة المواضيع التي لا يتجرأ أن يهاجمها الآخرون، وهو نفس البرنامج نفس المواضيع اللي بيطرحها في كل برنامج، نفس الأسئلة، نفس الضيوف. وما بقولش بنفس الضيوف اللي هما نفس الضيوف نفسهم، لا، نفس الستيريوتايب بتاع الضيوف اللي هو أيوة في الحلقة دي هنجيب الضيف ده وهنجيب الضيف ده وهيقعدوا مع بعض وهيتناقشوا، المناقشة هتبقى حراقة شوية، بعدين بالظبط في الدقيقة كذا كذا الضيف ده هيضرب الضيف ده ومش عارف مين. نفس الموضوع في كل برنامج بيعمله، في ايه؟ علشان كده ان انا بس اقترح فكرة ان البرامج المصرية يكون افضل ليها ان هي تكون متسجلة وما تطلعش لايف او بشكل مباشر عشان يتجنبوا الحاجات المحرجة دي. دي يعني الفكرة دي مش هتفيد باي حاجة، لان البرامج بتاع توني خليفة معظمها بتكون متسجلة وبرضو بيعرضوا الخناقات والحاجات دي، فيعني واضح جدا ان دي نقطة بيع كويسة علشان ليه حذاء البس. انت يعني اتدمرت بيجيب فيوز. ومثال رقم 4 ريهام سعيد. غالبا بعد اخر صفحه اعلاميه اخذتها ريهام سعيد يعني هيكون صعب ان هي ترجع تاني وتشتغل في الاعلام، فانا مش هاجم او مش هتكلم على الحاجه اللي هي عملتها ولا هاجم الحاجات الكتير السيئه اللي طلعت من برنامج صبايا الخير، بكل بساطه عشان انا ما عنديش حاجه جديده اضيفها في الحوار ده. النظره اللي احنا عاوزين ناخدها يعني هو ممكن توضح لنا حاجات كتير، وده باستخدام قانون، قانون في منتهى الجمال ومنتهى البساطه، واحد من اقدم القوانين اللي احنا كبشر بنستخدمه، The Law of Supply and Demand، قانون العرض والطلب. دلوقتي انت عندك السعر او في الحالة دي هنسميه الجودة، وعندك الكمية وعندك العرض وعندك الطلب. المشاهد المصري العادي عاوز حاجة الجودة بتاعتها تكون معقولة وفي نفس الوقت في كمية منها او بتنزل بشكل منظم، يعني هيكون موجود في النقطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والبرنامج المصري اللي هيقع في النقطة دي هيكون أكتر برنامج شعبية وليه جمهور حقيقي. دي هي الإكوليبريم، حالة التوازن. بس ده ما بيحصلش يا صديقي ويا صديقتي. ليه؟ علشان لو المحتوى اللي انت بتقدمه على التلفزيون المصري يدخل جوه الرسمة دي أساساً، لازم في البداية يكون عندك سوق، واللعب جوه السوق ده يكون عادل، عادل على كل الناس، أي حد يقدر يدخل السوق ويقدر ينافس، ولكن مش هي دي الحالة في التلفزيون المصري. فلما يكون كل اللي موجودين عندك هم عمرو أديب وائل البراشي وريهام سعيد وأحمد موسى وإبراهيم وباسمة و و و أسامي ثابتة ما بتتغيرش ولسنين طويلة هم بس اللي موجودين، فكده ما بقاش عندك تنافس، أو بمعنى تاني بقى في احتكار في السوق. تمام، الحاجة اللي ما بتتطورش بتموت، دي قاعدة تطبقها على كل حاجة. الحالة اللي الإعلام موجود عليها دلوقتي هيجي لها يوم وهتختفي، ويوم ما تختفي هيضطروا ان هم يبنوها من أول وجديد، والحل البسيط ان هم يبدأوا يغيروا من دلوقتي في شكل الإعلام التقليدي ويعترفوا ان هم بيحتضروا. مفيش حد بيتفرج على برامج صباحية بالشكل اللي هي موجودة عليه دلوقتي، مفيش حد بيتفرج على البرامج اللي مدتها ساعات ويحط لك رقم التليفون واتصل عشان تتكلم مع المذيع وبتاعه الكلام ده، خلاص وقت النوعية دي من البرامج خلص. حتى البرامج الكلاسيكية اللي موجودة في امريكا الليت نايت شوز ومثلا برنامج بتاع كونان، البرامج اللي هي بتتعرض بقالها سنين طويلة، هم بدأوا يغيروا الفورمات دي، ما بقتش تنفع، وهم خلاص ما يقدروش ينكروا الموضوع. The Tonight Show خلاص اتقسم لفقرات صغيرة ويخلص من هنا ويتحط على اليوتيوب من هنا، الاستهداف الأساسي جمهور الإنترنت. كونان قلل من مدة البرنامج بتاعه، بقى مدة البرنامج بس نص ساعة، ركز على الحاجات المهمة، شال حاجات كتير على جنب
علشان يعمل حاجة صغيرة مفيدة وسهلة للهضم. وجون أوليفر مكسر الدنيا دلوقتي بالبرنامج بتاعه. البرنامج بتاعه كله عبارة عن 20 دقيقة مرة واحدة في الأسبوع. شوفوا نتفليكس والبرامج الأصلية اللي هي بقت تعملها. الموضوع بقى بسيط، مش لازم يكون فيه حشو ومالوش أي لازمة. وبرضو كل التغيرات اللي عمالة تحصل في الإعلام الغربي بالشكل ده هم لسه متأخرين، فتخيلوا الحالة عندنا. هرجع تاني واقول ان ايوه ساعات الشكل ده بتاع الاعلام التقليدي بينفع، مثلا في حالة ان انت عاوز الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتك تشترك في القناة وتشغل الشيء ده اللي هو بيخلي الفيديوهات توصل لهم على طول اول لما تنزل. عارفين انا بتكلم عليه؟ اليوتيوبر محمود اسماعيل ويا فشا. ايوه الجرس، يس. بس بجد المشكلة الأساسية أنا شايفها أن بالنسبة للجيل ده والجيل الجاي بكمية الميديا اللي احنا عمالين نستهلكها، بقى سهل جدا بالنسبة لنا أن احنا نشوف اللي قدامنا ونعرف هل هو إنسان حقيقي ولا روبو. الإعلام التقليدي بتمسك جدا بالموضوع ده، لازم تتكلم بشكل معين، لازم البرنامج بتاعك يكون متقسم بالشكل ده، لازم المواضيع اللي تهاجمها تهاجمها من الزاوية دي، ولازم كل الآراء اللي انت هتقولها تكون الآراء اللي بتمشي مع الشارع واللي بتخدم الأجندة بتاعت القناة. وبصراحة الحاجات دي بقتش تاكل معانا خلاص. أنا لما درست إعلام وهكمل دراستي علشان أنا بحب الشيء ده، عمنا إسحاق نيوتن ليه مقولة جميلة أوي، بيقولك إن لو أنا عرفت أشوف حاجة بعيدة أو حاجة جديدة ده كان علشان أنا وقفت على كتاف العمالقة اللي جم قبلي. الاقتباس صراحة مش مفهوم قوي لما يترجم للعربي، ولكن اللي أنا عاوز أقوله بكل بساطة هو أني أنا بحترم الطريقة التقليدية بتاعة الإعلام جدا، ولكن ده مش معناه أن أنا هفضل عايش جوه المبنى ده. المبنى ده دلوقتي بقى الأساس، أساس قوي. جه الوقت أن احنا نطلع بالدور التالي. وبعدين يعني مش عارف، ممكن أنا كنت قاسي شوية خاصة على الإعلام المصري. يعني لما أفكر فيها أنا قعدت بتاع 4 ساعات أتفرج عليهم ولكن ما هصليش أي حاجة، صح؟ شكرا اعزائي المشاهدين على متابعتكم ووصولكم لنهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو ده يكون بدايه لحوار بدل من انه يكون بس مجرد مع او ضد الاعلام التقليدي، لان في الاخر لما نحاول نبص على الارض المشتركه اللي موجوده ما بيننا الهدف هو واحد، وهو التطور والتقدم للاعلام بشكل عام. وبس دي كانت كل حاجة عندي للفيديو ده. عرفوني رأيكم في الكومنتات بتاعت الفيديو، وبرضو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان ده فعلا بيساعد، واشتركوا في القناة وشغلوا التنبيهات عشان اول لما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول، واظن انتوا عارفين تعملوا كل الحاجات دي منين. ومرة تانية شكرا على متابعتكم، انا محمود اسماعيل واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.